اهلا بيكم في قناة عم محمود المنجم. بس مع الشغل الجامد ده معانا الاستاذ ابراهيم. اتكلمنا النهارده عن الشغل. يا اسطى ابراهيم عامل ايه؟ الحمد لله تمام يا ريس. تمام. ايه الشغل ده وات بقى نظامه؟ دود لب الكار بيتحط في الحيطه. تمام. ده الشغل ده كده على التفنيش خلاص ولا خلاص؟ كده خلص. تمام. احنا ورينا لهم برضو نوعيه شغل تانيه عندك برضو زي اللي هو الدريسنج روم. صح؟ صح. زي ما انتم شايفين يا جماعه الشغل اهو قدامكم. ماشي؟ ده دولاب اسمه دولاب بلاكار. اهو زي ما انتم شايفين. تمام؟ معانا غرفة نوم برضو. أطفال. دولاب أطفال. أوريكم برضو لما تخلص هتبقى عاملة إزاي. ماشي؟ نوع الخشب ايه يا اسطى؟ ده كونتر ارو. كونتر ارو. ايه النوعيه اللي هي بتبقى احسن؟ كونتر الارو. كونتر الارو هو ده احسن نوع؟ لا، يا كل الكونتر كله نوعيه واحده يعني، بس هي في الشكل بس. تمام. في له ارو في الات مثلا. يا عم خالد عامل ايه؟ طب ممكن تفتح لنا كده نبص على ال بعد اذنك يا عم خالد. زي ما انتوا شايفين يا جماعه. تمام. الدرف دي بتستحمل وكويسه صح؟ تمام. منظر الدولاب. منظركم برضه من فوق. زي ما انتوا شايفين المساحه. ماشي. تمام يا اسلام. الدرفة التانية هو عبارة عن كام درفة يا اسطى؟ ده تلات طرفة. تلات طرفة. تمام. ده فوق برضو. بس الأكثرية طلبا على ايه يا اسطى؟ اللي هو الدريسنج روم ولا دوت؟ والله دي شغال والدريسنج شغال، كله حسب بتبقى حسب زبق. حسب الزبون. حسب الزبون. حسب الزبون المريض. تمام. الله ما فيش هنا يا جماعه. دي مساحه الدولاب. مساحه الدولاب ده كام يا اسطى؟ 3 متر و 60. مع الاستاذ ابراهيم عامل شغل جامد اهو قدامكم زي ما انتم شايفينه. ادي قدامكم اهو. تمام. تمام. واللي فوق زي بره زي ما انتم شفتوا. ادي الدولاب اهو. وادي الدولاب بتاع غرفه النوم الاطفال برضو اما يخلص. بوريكم كل يوم جديد، مش شرط يعني قناتنا متميزه على طول، بنوريكم كل حاجه جديده بتتعمل. تمام. الاول بداية لحد النهاية يعني. دوت احنا برضو كنا وريناه لكم. تمام. قبل كده في الحلقات اللي فاتت كل حاجة تيجي عندنا بنوريها لكم من البداية للنهاية. ماشي. يلا متنسوش دعمونا في القناة باللايك والشير، بنوريكم حاجات كتير يعني. بصوا المنظر بصراحة دولاب جميل جدا جدا جدا. شغل الوسطى متميز. تمام. شغل الوسطى متميز يعني مفيش هنا بيختلف عليه. تمام. ماشي. ماشي. يلا متنسوش تدعمونا في القناة باللايك والشير. ماشي. السلام عليكم.